الناس اللي عندها انسداد الشرايين الطرفيه دايما بتسال امتى اخد علاج وامتى هحتاج قسطره. لو واحد عنده غرغرينه او واحد عنده جرح ما بيخفش او واحد عنده الم في صوابعه اثناء النوم، وده بيبقى الم جاي في ناحيه واحده مش في الناحيتين، كل دول محتاجين قسطره. مين العيان اللي بيحتاج علاج؟ اللي هو ما عندوش اعراض، ده بيمشي على العلاج. والعيان اللي هو بيمشي 300 400 متر ورجله بتتعب، ده برضو يمشي على العلاج. لو واحد عنده صباع حصل فيه غرغرينه او اسود او لونه اتغير، لازم يعمل توسيع شرايين الاول قبل ما يشيل الصباع. او لو الصباع جه بدري شويه والصباع بدا يلون، يبقى الصباع ده هيتحسن من غير ما يشيله. حتى الدواء اللي انتوا بتسموه موسع شرايين ده ما هوش موسع شرايين ولا حاجه، مفيش حاجه بتوسع الشرايين، اللي بيوسع الشرايين قسطره. طبعا احنا بنتمنى الشفاء لكل الناس، ونتمنى ان كل الناس تبعد عن موضوع البتر دوت. فاحنا طبعا بنحاول نصلح المفاهيم الخاطئه عند الناس. تصليح المفاهيم الخاطئه هو اللي ان شاء الله هيخلي كل الناس تنعم بالصحه والعافيه، وان ما يحصلش اي مشاكل. اي واحد بيعاني من انسداد الشرايين ان شاء الله يعني يعيش حياته كلها بكامل صحته وكامل عافيته باذن الله.